بقوم هلأ بدار أرضي من مادة القمح، وفي عنا القمح قمنا في تعقيمه من أجل العوامل الجوية ومن أجل الأمراض الفطرية، وهلأ إن شاء الله تعالى بدرنا ومترجين من الله بناكل والله يطعمنا. وعنا أمور كتير صعبة من ناحية القلاء، الحبوب، البذور، الأسمدة، راجين من الله أنه تتوجه المنظمات إلى هالمنطقة وتدعم هالفلاحين، لأنه المنطقة هون معدمة بشكل عام. حالياً عم نقوم في تعقيم القمح من أجل الأمراض والسويد وهالأمور هاي، نجهزها للبذار لأنه هلق الفصل مناسب يعني. لكن نحن نعاني في أول فصل الشتاء من غلاء الحبوب والفلاحة. للأسف المنظمات يعني غير متواجدة في سهل الغاب يعني. الغاب يعتمد على الزراعة، احنا في النحل. كافة أنواع القمح، الخضار، الفول، كل هذا يعني هي مثل ما تفضلت سلة زراعية نعتمد عليها. حتى الفاصوليا، حتى كل هاي تزرع بالشتاء، البصل، الخضروات كلها مزروعة عندنا الحمد لله رب العالمين. طبعا اهلا وسهلا فيكم في منطقة سهل الغاب. سهل الغاب سهل منبسط، يمتد جنوبا من منطقة قلعة المضيق حتى شمالا جسر الشقور. يمتاز ويشتهر سهل الغاب بزراعات استراتيجية تتمثل بزراعة محصول القمح كمحصول شتوي، وايضا بعض الزراعات الشتوية كخضار شتوية مثل الفول والبازيلا. حديث اليوم عن موسم زراعة القمح، حيث يعاني الفلاح كثير من الامور ادت الى قلة المساحة المزروعة في محصول القمح الاستراتيجي الذي يعتبر سلة غذائية بالنسبة للشمال السوري بشكل عام والمنطقة بشكل خاص. بلد بلد.